بندر القضية كانت هناك بطولات وهمية أشبه يكون زي الكاميرا الخفية كانت أول. خلنا بكل صراحة هناك من يدعي أنه أتى لينقذ النادي ليدفع لوجوه ولكن في الأخير مثل كاميرا خفية يأتي الممثل مع الممثل آخر يمنتجون حلقة وكل الناس تضحك حسبونه موضوع عفوي وهو كله تمثيل في تمثيل، بالمعنى أنه الحقيقة مغيبة، الحقيقة كانت غائبة. كم من اسم ذكر بأنه يدعم ويفعل الأفاعيل في النادي ويرفع من أسهم النادي وهو ما له أي شيء، بل قد يأتي عضو شرف أحيانا بالفعل صادق ومحب في 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 عشق لهذا النادي ويدفع مثل اللي يقوم بأدوار الخطرة للبطل الدوبلير. اي نعم يقوم بالدور والبطل هو اللي يطلع قدام الناس وقاعد يقيم بالحركة هذه. يوم مفردة المهايطية واضحة جدا انه يقصد يا ناس يلي اسماء تتردد انت المنقذ انت مدري ايش ترى الساحة مليانة الداعم العضو الداعم العضو المدري ايش والعضو الذهبي العضو يعني العضو بجلامبو تبي رأي يعني هذول الأندية هم اللي ورطوا الأندية كيف خلي معي كيف هم اللي ورطوا الأندية جزء منه مرط الأندية. وأنا في قبل ما يقفل لأن احنا تحدثنا عنها المرة الثانية في الحلقة وطالب وأتمنى وأعرف أن هالشيء ما غاب لكن شيء في نفسي بتحدث عنه ترى باقي معنا دقيقتين يشوف بعض رؤساء الأندية دقيقتين أبو ناصر يخلص فيها أشياء كثيرة يتعمدون أنه مثلا يحققون عقود أو يوقعون عقود مع بعض اللعيبة مع بعض المحترفين مع بعض المدربين يلغي مدرب فاتورة تصير عظيمة ويرحل هذه الديون للإدارة اللاحقة وهذا شيء عاشتها الأندية سواء المتوسطة أو الكبيرة ما نبغى نذكر أسماء لا نقع في إحراج أتمنى مراجعة الديون ومراجعة حتى طريقة انتقال بعض اللاعبين أنا هذا اللي أتمنى بس هذه أنا فكرة ترى من ضمن الأخطاء اللي الديون الكبيرة اللي على الهلال من ضمن الأخطاء وجود بعض اللاعبين اللي ما لهم داعي ما تقدر تلغي عقد يا أبوه لا أساسا بعض التوقيع معاهم وفي لعيبة بعض التجديد سوء إدارة بعضهم سوء إدارة هذا ترى سوء باقي إدارة باقي دقيقة سوء إدارة باقي دقيقة جحفل يسوى بلاوي في دقيقة نقدر يمدينا على خير اشتخل جحفل طيب